بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من ترند يلا كورة. والنهاردة هنتكلم على المباراة اللي كلنا أكيد بننتظرها، مباراة المنتخب الأولمبي قدام منتخب جنوب أفريقيا، وأكيد المباراة اللي هي هتبقى إن شاء الله مفتاح الوصول لينا لأولمبياد طوكيو يوم الثلاث. وعايزين نعرف النهاردة، إحنا طبعا الحمد لله خلال دور المجموعات قدمنا أداء كويس، 9 نقط أكيد العلامة الكاملة، شيء ممتاز جدا. لكن كان في بعض المشاكل الفنية اللي ظهرت في مباراة غانا، وظهرت حتى طبعا في مباراة مالي. بس أكيد طبعا كلنا بنسأل النهاردة الطريقة اللي بنلعب بيها 3-4-3 كانت شيء غريب، وفعاليتها قدام منتخب جنوب أفريقيا صاحب أقوى دفاع في الدور الأول، دور المجموعات، كلين شيت في 3 مباريات، أكيد طبعا رقم مميز جدا، بيخلينا نسأل هيبقى شكلنا عامل إزاي، أو إيه الأمور السلبية اللي ممكن نعاني منها، وإيه المفروض الأمور الإيجابية اللي احنا المفروض نركز عليها خلال ماتش يوم الثلاث إن شاء الله. طيب احنا على البورد رسمين شكل مبدئي لمفروض إذا احنا كملنا بالطريقة اللي بلعبها الكابتن شوقي غريب، وهي 3-4-3، في حين طبعا جنوب افريقيا شفناها بتلعب بطريقه اقرب الى 4-3-3. بكل تاكيد مشكله ال3-4-3 بتاعتنا ان احنا عندنا 3 مساكين بيوقفين جنب بعض، الثلاثه الى حد ما هم اللي مسؤوليتهم ان هم يقفلوا خط الدفاع بالكامل، خصوصا ان الفول باكس بتوعنا ادوارهم مختلفه عن ادوار بتاعتهم لما بيلعبوا في طريقه فيها 4. فبنتكلم على مثلا في الناحيه اليمنى كريم العراقي واحمد ابو فتوح بيبقوا دايما في مساحه فاضيه وراهم، المفروض الثلاثه هم اللي يغطوا، عشان كده لازم دايما الاثنين المساكين اللي بيبقوا واقفين ورا على الاطراف يبقى لازم دول الاثنين دول يمتازوا بسرعه اكبر. يعني لو في عندي مدافع مساك بطيء هو اللي اختاره يتحط هنا، ما يتحطش على الاطراف. عشان احنا مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا في الهجمه المرتده، لان احنا بالطبيعي لو انا النهارده في الدفاع العادي بتاعي دول بيرجعوا ورا كده اهو، وبدافع ب5 لعيبه، وربما كمان ممكن بعض الاحيان لاعب يرجع يبقى عامل شكل سداسي، بس الطبيعي ان احنا نقفل ب5. مشكلتنا في الطريقه دي في 3-4-3 هي الهجمه المرتده. طبعا احنا بنتكلم على منتخب جنوب افريقيا، 2 طبعا لازم نبقى قلقانين جدا جدا منهم. مين هم؟ رقم 6 مهلاتزي ورقم 11 سينجل، الاثنين دول هم اللي الفريق بيبني عليه خطة اللعب بتاعته. الفريق بيلعب بثلاثة في خط الوسط، ما عندوش بلاي ميكر، ما عندوش مجدي قفشة، ما عندوش محمد ابراهيم، ما عندوش ابو تريكة، ما عندوش اللعيب حازم امام، ما عندوش اللعيب رقم 10 الكلاسيكي اللي هو اللاعب صانع الالعاب اللي بيوزع اللعب. لا، مهلاتزي هو تقريبا اكتر واحد بتروح له كورة وبيستلم الكورة في نص ملعب الخصم، ليه؟ ان هو دايما بينزل دي الحته، يعني هو مثلا لو بيستلم الكوره هنا على طول هنلاقيه بينزل هنا عشان يوزع اللعب سواء لفوستر المهاجم الصريح او لسينج الليفت وينجر بتاعهم، ولاعب مهم جدا جدا. احنا النهارده لازم نخلي بالنا ان جنوب افريقيا دايما بتحط الاثنين الوينجات بتوعهم هنا، بيستلم بيعملوا ستريتشنج، دايما كما احنا بنقولها ستريتشنج للملعب، بيستلم الكوره على الخط. دي نقطة خطيرة جدا جدا لينا احنا، ليه؟ لان انا النهارده لو الاثنين دول اثنين الفول باكس بتوعي ما رجعوش، الاثنين المساكين على الاطراف هيجبروا غصب عنهم ان هم يفتحوا عشان يقابلوا اللاعب اللي جاي من هنا او المنطلق من هنا. لما ده بيحصل ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فجوة ما بين الاثنين المساكين سواء هنا او هنا، ودي النهارده بتخلي المهاجم الصريح دايما محطوط في موقف واحد على واحد، لازم احنا نخلي بالنا منه خصوصا في الهجمات المرتده، لازم ننتبه بالسرعه دي ملهاش حل. طالما انت بتلعب بثلاثه ورا لازم يبقى عندك 2 من المساكين بتوعك من الثلاثه سرعة، ولازم عندك سرعه ارتداد من الاثنين الفول باكس بتوعك. يبقى انا النهارده بتكلم على الشكل ده في الهجمه المرتده. طيب لو احنا النهارده بنتكلم ان جنوب افريقيا بتعمل بيلدينج اب عادي، واحنا النهارده واقفين في شكلنا الدفاعي، لازم على يستحسن للمنتخب المصري انه يحول الطريقه بتاعته ل 4-4، يعني نقف 4-4-2. لازم النهارده واحد من الاثنين مساكين يقف قدامهم، والاثنين الفول باكس يرجعوا، ولازم النهارده يبقى مصطفى محمد ورمضان صبحي في وجهه نظري هما الاثنين اللي واقفين هنا اهو، ما يرجعوش خالص للدفاع ورا. ليه بقى؟ لما رمضان صبحي و
مصطفى محمد بيقفوا في الجزء ده وما بيرجعوش للخط الدفاع وبيعملوش اي ادوار دفاعية، بيبقى النهاردة عندي مساحة ان انا النهاردة اعمل اسحب منتخب جنوب افريقيا للحتة دي، اقعد سحبه 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 سحبه، واول ما اخطف الكورة منهم هنا هو في المنطقة دي على طول رمضان صبحي يستلم الكورة في المنطقة دي، خصوصا ان ساعتها الفريق وهو في الشكل هجومي هيطلع بخط دفاعه لقدام. طبيعي جنوب افريقيا وهي بتهاجم هنلاقي الشكل بتاعها تحول الى الشكل ده غصب عنهم عشان ما يسيبوش فجوات في نص ملعبهم. فبالتالي لازم رمضان صبحي ومصطفى محمد ما يرجعوش للخط الدفاعي بالكامل، لا لازم الاثنين دول بس انا اديهم بعض حلول. اوكي ارجعوا للدفاع بس تقف لغايه هنا، ما ترجعش للاخر. ليه؟ عشان اسيب لنفسي هجمه مرتده اعملها بشكل سريع، ودايما جنوب افريقيا هنشوفها غصب عنها برضه في الحاله الهجوميه هيطير واحد من الاثنين فول باكس بتوع. بس اذا النهارده طير واحد بس يبقى انا محتاج النهارده اخلي في عندي لاعب في الحته دي او في المنطقه اللي ورا الفول باك عشان اقدر استغل المساحه الفاضيه واعمل موقف واحد على واحد. امر مهم جدا لينا في الشكل الدفاعي، الشكل الدفاعي طول ما النهارده جنوب افريقيا بتعمل بيلدنج اب ما ينفعش نقف في ملعب 3 4 3 ده مستحيل، لا لازم لحد ما نقف 6. ليه؟ عشان هم بيسترتشوا ملعب جامد وبيهجموا مش اقل من 7 لعيبه، وده حتى احنا كنا شفناه في الماتش الود. ده جزء من الشكل اللي احنا بنسبه كبيره هنشوفه في ماتش يوم الثلاث، طالما ان الكابتن شوقي غريب اعتقد ان هو هيستمر في الاعتماد على طريق 3 4 3 اللي نجحته في دور المجموعات، هو مؤمن بيها دايما دايما، حتى الكابتن شوقي غريب لما كان مع المنتخب الاول كان برضه بيلعب بنفس الطريقه. ان شاء الله نقدر نستغل الهجمات المرتده قدام منتخب جنوب افريقيا اللي بيمرر الكوره بشكل كويس جدا جدا في نص الملعب، وعنده زي ما قلت اثنين مهمين لازم نخلي بالنا منهم، ماهيلاتسي رقم 6 وسينج رقم 11. فوسطه طبعا هو مهاجم صريح ولكن مستواه اقل كتير من الاثنين، وان شاء الله باذن الله نتقابل يوم الاربعاء في تكتيك جديد لترند يلا كوره ونحتفل مع بعض بفوز ونحلل ماتش تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020 بإذن الله. شكرا جزيلا كريم.